بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله النهاردة هنشرح موضوع جديد من موضوعات تصميم المنشآت الخرسانية. هنشرح إن شاء الله النهاردة التصميم بتاع الكمرات من أول خالص كده، من بداية حسابات الأحمال على الكمرات لحد ما نحسب نرسم البندنج مومنت دياجرام والشير فورس دياجرام، وبعد كده نعمل الفليكشر ديزاين ونعمل الشير ديزاين ونرسم تفاصيل التسليح. تمام كده؟ هنشتغل على مثال، يعني بناء على رغبة الحقيقة ناس كتير بعتولي وقالولي ان انا اعمل حاجة زي كده. انا فضلت ان انا بدل ما اشتغل على بلان كده سيمبل او حاجة سيمبل مش واقعية شوية، انا حبيت ان انا اجيب بلان انشائي موجود بالفعل ومتنفذ بالفعل، على اساس ان احنا نشتغل عليه ونفهم ان شاء الله عليه كل الحالات اللي موجودة عندنا. طيب ده مثال عند حضرتك اهوت، مطلوب ان احنا نعمل حسابات الاحمال او التصميم للقمر بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 وبي 5 وبي 6 وبي 7. يعني هو انا بس حددت كده كام كاميرا، باعتبار ان كل كاميرا فيهم، يعني مثلا دي عندنا كاميرا سيمبل، دي كاميرا كونتينوس باكيتين، دي كاميرا كونتينوس 3 باكيات، بي 7 مثلا كاميرا كونتينوس 3 باكيات بس هنا في النص مفيش احمال. يعني ان شاء الله على قد ما نقدر هنحاول نتكلم على كل الكيسز اللي المفروض او اللي ممكن تحصل في اي مشروع او في اي بلاد. المعطيات اللي موجوده عندنا مديني كومبريسيف سترينث اوف كونكريت اللي هو اف سي يو ب 25 نيوتن على المليمتر تربيع، اليلد سترينث اوف ستيل اللي هو جهاد الخضوع للحديد بتاع الكنات 240 نيوتن على المليمتر تربيع، يلد سترينث اوف ستيل اجهاد الخضوع للحديد الطولي اللي هو اف يلد للحديد الاساسي والحديد الثانوي المقصود يعني باللونجيتودينال بارز 360 نيوتن على المليمتر تربيع، الفلورين كفرنج 1.5، اللايف لود ب 2.5، سلاب ثيكنس اللي هو سمك البلاطه 140 مليمتر، الفلور هايت ارتفاع الدور ب 3 متر، ويدث اوف اول بيمز عرض كل الكمرات 120 مليمتر. المطلوب عند حضرتك هنعمل ديزاين للشون بيم بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 وبي 5 وبي 6 وبي 7 ديو تو فليكشر وشير، هنعمل تصميم على المومنت وعلى الشير، وبعد كده دروز ان انفورسمنت ديتيلز هنرسم تفاصيل التسليح فور ذيس بيمز للكمرات اللي موجوده او اللي احنا لسه متكلمين عليها ان اليفيجن اند سيكشن. طيب هنبدأ كده بخطوات الحل سريعا، بس كده الخطوات الأساسية اللي احنا إن شاء الله هنمر بيها. رقم 1 load distribution on beams حسابات الأحمال على الكمرات، رقم 2 هنعمل الفليكشرال ديزاين، رقم 3 هنعمل الشير ديزاين، رقم 4 هنعمل reinforcement details تفاصيل التسليح. توزيع الاحمال على الكمرات، قبل بس ما ابدا البلان يا جماعه اللي انا شغال عليه دلوقتي ده ممكن يبقى بنفس فكره المشروع البحث اللي هو مطلوب من الطلبه في الايام ديت، هو ممكن يجيب لك بلان كامل ويقول لك اعمل كومبليت ديزاين لكل الكمرات، هو طبعا مش هيحدد لك كمرات معينه اعتقد، يعني ان هو هيقول لك اعمل كومبليت ديزاين لكل الكمرات. كومبليت ديزاين معناها انك تبدا من اول خطوه حساب الاحمال مرورا بالحسابات بتاعه المومنت وحسابات الشير ورسم تفاصيل التسليح. تمام كده؟ اعتقد يعني ان هو لو جه حاجه زي كده مش هيجي بلان اكبر من كده. اللود ديستريبيوشن على الكمرات اللي هو اول خطوه عندنا، الغرض طبعا من الخطوه دي حضراتكم عارفين اللي هو حساب الاحمال على الكمرات المطلوبه. طيب سريعا برضو كده كان نعمل ريفريش على المعلومات اللي عندنا. الاحمال على الكمرات هو عباره عن ثلاث حاجات، الوزن الذاتي للكاميرا اللي هو الاون ويت او بنسميه السيلف ويت، احمال الحوائط اللي هو الوول لودز، رقم ثلاثه السلاب لود او جزء من حمل البلاطه. طبعا كلنا عارفين ان الكاميرا في اي كاميرا في الدنيا ممكن تشيل ثلاث احمال، بتشيل نفسها اللي هو بنسميه الاون ويت، بتشيل حمل الحيطه، ده يمكن من الهدف الاساسي ان انا اعمل كاميرا ان هي تشيل حمل حيطه، لان طبعا كلنا عارفين ان البلاطه السوليد سلاب بيكون سمكها صغير جدا فما تستحملش حمل الحيطه، عشان كده بنعمل كاميرا ونزود بيها الاستيفنس في المكان دوت وتقدر تشيل الحيطه. رقم ثلاثة عندنا من الوظائف بتاعت الكاميرا ان هي بتشارك او بتشيل جزء من حمل البلاطة اللي احنا بنسميه سلاب لود، يبقى اي كاميرا بتشيل ثلاث حاجات اون ويت والول لود والسلاب لود. اول خطوه عندنا في المساله الكونكريت دايمنشنز اللي هو الابعاد الخرسانيه، المقصود طبعا بالخطوه دي ان انا احسب ابعاد القطاعات بتاعه الكمرات، طبعا اطوال الكمرات كده كده انا مجبر عليها في البلاد، لكن انا بتكلم على الكروس سيكشن، العرض بتاع الكمره بكام والسمك بتاع الكمره بكام. تمام؟ طبعا الافضل لسهوله التنفيذ حضرتك طبعا كمهندس ديزاينر او بتصمم المشروع انت اللي بتحدد الكلام دوت، لكن الافضل عشان بس الموضوع يبقى عندنا سهل في التنفيذ ان انا اثبت البي والتي لنفس البلان،
لنفس البلان او لنفس المشروع او يعني لنفس الدور. لما يكون عندي دور واحد كده الافضل ان الدور كله عرض الكاميرات يكون ثابت والسيكنس بالاخص يكون ثابت. يعني العرض هو ممكن يتغير مثلا في اماكن معينه، يعني بعض الناس مثلا ممكن تعمل الكاميرات اللي على الداير مثلا 25 والكاميرات الداخليه 12، او مثلا ممكن تعمل الكاميرات الثانويه 12 سم والكاميرات الاساسيه اللي هي متحمله على عمدان 25 سم، يعني مفيش مشكله. لكن السيكنس الافضل ان السقوط لكل الكاميرات في نفس الدور يكون كونستانت او ثابت عندنا. طيب، وبرضه في الخطوه ديت هنحسب التي اس سمك البلاطه ما لم يكن عندنا جيفن في المساله. دي المسألة طبعا. البي هو قايل لي اصلا ان البي ب 120 مللي. طب لو ما كانش قايل لي 120 مللي حضرتك افرض زي ما انت عايز، زي ما انا قلت حضرتك اللي بتصمم، بس الافضل انك تشتغل عليه يا اما 120 مللي او 250 مللي. بالنسبة بقى للسمك بتاع الكاميرات، طبعا كلنا عارفين السمك بتاع الكاميرات لما اجي احسب التخانة، احنا خدنا الكلام ده قبل كده، تخانة الكاميرات السمبل بيساوي سبان على 10، وتخانة الكاميرات الكونتينوس بيساوي سبان على 12. هو انا بس عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اجيب تخانة تبقى ثابتة في البلان كله وتبقى مسيفة على كل الكاميرات. فانا هعمل ايه؟ هبص على اكبر كاميرا سمبل وهبص على اكبر كاميرا كونتينوس، هحسب التخانة من هنا واحسب التخانة من هنا واختار الكبير فيهم. بمعنى لو انا بس كده بصيت يعني نظره سريعه للكاميرات السيمبل، فين الكاميرات السيمبل؟ الكاميرا بي واحد اهي طولها 3 متر 26، الكاميرا عندنا دي اهي الكاميرا الطوليه اللي هي طولها 4 متر 68 اعتقد ان دي يمكن دي ممكن تبقى اكبر حاجه، وفي عندنا كاميرا اهي بي 5 والبي 6 طولها 4 متر 52 اعتقد دي الكاميرات السيمبل اللي موجوده عندنا. تمام. طب الكاميرات الكونتينوس، كاميرات الكونتينوس زي مثلا بي 3 اكبر بحر فيهم 4 68، والكاميرا اللي قصادها نفس الكلام، يعني اعتقد ان دي اكبر حاجه موجوده عندنا. يبقى بالنسبه للتخانه البي 5 والبي 6 4 52، لو انا جيت قسمت كده التي بيساوي سبان على 10 اللي هي 4 52 على ال 10 هيدينا عندنا 45 من 100 متر، اللي هقربها لكام؟ ل 5 من 10 متر. برضو بالنسبه لنا الكاميرا دي اللي هي 4 68 دي بالنسبه لنا ما دام شال على عمودين ومش مكمله، يعني فدي تعتبر عندنا كاميرا سيمبل. لو احنا حسبناها برضو 4 68 على 10 تطلع معانا حوالي 46 سنتي و8 من 10، يعني برضو تقرب لكام؟ ل 50 سنتي. تمام. يبقى انا بالنسبه لي دلوقتي كل الكاميرات السيمبل اكبر كاميرا فيهم مأمنه معايا على كام؟ على 50 سنتي. طب اكبر كاميرا كونتينوس كام؟ 4 متر 68. حضرتك لو حسبت ال 4 متر 68 وقسمتها مثلا على 12 هيديني 39 سنتي. لا يا عم ده انا التخانه عندي من السيمبل كام؟ 50 سنتي. يبقى تاني كده يا جماعه الخطوه دي، ابعاد الكاميرات حضرتك اللي بتشتغل على العرض زي ما انت عايز. لو انا مش جبته لك في المساله، عايز تشتغل عليه 120 مفيش مشكلة، عايز تشتغل عليه 250 مفيش مشكلة، أنا جبت لك في المشروع أو في المسألة 120 مللي خلاص يبقى أنت كده مجبر تشتغل عليه. طب بالنسبة للتخانة، أنا بدور على أكبر كاميرا سيمبل وأكبر كاميرا كونتينوس، وأحسب التخانة من هنا وأحسب التخانة من هنا وأختار الكبير فيهم اللي يسيف على كل المسألة. وده اللي أنا عملته، الكبير عندنا في السيمبل 4 68 وبرضه الكبير في الكونتينوس 4 68، الكريتيكال هو السيمبل، فكده التخانة اللي هتسيف معايا اللي هي 50 سنتيمتر. يبقى كده الأبعاد بتاعت الكاميرا، العرض عندنا 120 مللي لكل الكاميرات والتخانة 500 مليمتر. أول حاجة عندنا في الأحمال زي ما احنا اتكلمنا من شوية إن الكاميرا بتشيل نفسها اللي هو الأون ويت. المعادله بتاعت الاون ويت هو عباره عن العرض اللي هو بي في التي ناقص تي اس اللي هو يعتبر ارتفاع الكاميرا السمك كله وهشيل منه سمك البلاطه، في كثافه الخرسانه المسلحه اللي هو العرض في الارتفاع، في الطول طبعا احنا بنشتغل على شريحه طولها كام؟ 1 متر، في الكثافه. يبقى الحجم في الكثافه بيديني مين؟ الوزن. امال ايه الواحد واربعه من عشره دي؟ باعتبار ان انا بشتغل وانا بحسب الاحمال او علشان اعمل ديزاين بعد كده التيميت، فانا بضرب الديد لود في 1.4 واللايف لود في 1.6. حضرتك عايز تشتغل وركينج في البدايه وما تضربش في 1.4 وفي الاخر خالص تضرب، انا ما عنديش مشكله، سواء اشتغلت على الفاكتور هنا او اشتغلت عليه في الاخر، المهم ان حضرتك تاخد المعامل ده معاك في الاعتبار. لو جيت كده عوضت، العرض بتاع الكاميرا 12 سنتي او 120 مللي اللي هو 12 من 100 متر، التخانه 5 من 10، التي اس انا كنت مديها لك في المساله 14 سنتي او 140 مللي يبقى 14 من 100، في كثافه الخرسانه 25 بيساوي 1.5 كيلو نيوتن لكل متر، يبقى الاون ويت عندنا بتاع الكاميرا 1.5 كيلو نيوتن لكل متر. الحاجه الثانيه عندنا اللي هو الول لود، طبعا حضرتك احنا عندنا
انواع كتير جدا جدا من الحوائط. فالكثافة عندنا بتاعت الطوب اللي هو جاما بريك، حضرتك معاك الرقم دوت من 14 إلى 18 تقريبا كيلو نيوتن على المتر مكعب. ده بالنسبة لكثافة الطوب من 14 إلى 18 كيلو نيوتن على المتر مكعب. فأنا مثلا افترضت إن هو كام؟ إن هو 16 كيلو نيوتن على المتر المكعب، ده كده كثافة الطوب. طب العرض عندنا بتاع الطوب او الثيكنس بتاع الطوب سواء سميته تي وول او سميته بي وول، يعني برضو مش هنختلف على المسمى. انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تشتغل عندك على طوبه او تشتغل على نص طوبه. لو انت شغال على طوبه يبقى العرض بتاعك 250 مللي، لو انت شغال على نص طوبه يبقى العرض بتاعك كام؟ 120 مللي. طيب هو انا دلوقتي في المساله بقيت مخير؟ لا للاسف. ليه؟ حضرتك اشتغلت على الكاميرا 120 ملم، ده العرض بتاع الكاميرا اهو 120 ملم، يعني العرض هنا حوالي 12 سم. انت بقى عايز تيجي فوق تبني على العرض ده طوبه 25 سم، ده طبعا مستحيل، ما ينفعش. انا اصلا بعمل الكاميرا عشان تشيل الطوبه، فانت عايز يا عم تيجي تعمل لي كاميرا اقل من الطوبه، فده ما ينفعش. فحضرتك هنا ما دام انا مديلك في المساله العرض بتاع الكاميرا 12 سم او 120 مللي، يبقى لازم لما تيجي تشتغل وتفرض الحيطه تفرضها 12 سم او 120 ملم، ما ينفعش تفرضها اكتر. طيب يعني يا باشمهندس انت عايز تقول ان انا مثلا الكاميرا ديت لو كانت عرضها 250 ملم ساعتها ممكن تفرض الحيطه على طوبه تاخد العرض 250 مللي، وممكن تفرضها على نص طوبه واخد العرض 120 مللي. تمام بالظبط كده. لو انا مدي لك الكاميرا عرضها 12 اسف 25 سم مفيش مشكلة يا عم، عايز تشتغل على طوبة عايز تشتغل على نص طوبة مفيش مشكلة، لكن أنا مدي لك كاميرا 120 مللي أو 12 سم وعايز تعملها طوبة، ده حضرتك فيتال ميستيك، ما ينفعش. تمام كده يا جماعة؟ يبقى أنا افترضت الحيطة 120 مللي وأنا هنا ما عنديش فرض تاني غير كده. ده كده كروس سكشن للحيطه. لو انا مثلا بتكلم على حيطه الدور الاول وحيطه الدور الثاني مثلا، او اسف الكاميرا بتاعه الدور الاول وكاميرا الدور الثاني، الحيطه مبنيه عندنا بين الكاميرا وبين الكاميرا. طيب ارتفاع الدور بيتقاس منين يا جماعه؟ ارتفاع الدور بيتقاس من نقطه لنفسها، من نقطه لنفسها في الدور اللي فوق. بمعنى لو انا هقيسها من وش الكاميرا من فوق، من وش الكاميرا من فوق، هطلع لحد وش الكاميرا من فوق، ادي ارتفاع الدور. انا مديلك في المساله ارتفاع الدور ب 3 متر. تمام. طب الطوب بقى، الطوب مبني لحد فين؟ مبني لحد بطنيه الكاميرا من تحت او لحد القاع بتاع الكاميرا. عشان احسب الارتفاع الصافي للمباني هو عباره عن ارتفاع الدور واشيل منه مين يا عم؟ اشيل منه التخانه بتاعت الكاميرا. عشان كده حضرتك لما تيجي تحسب بقى المعادله بتاعت حمل الحيطه هو عباره عن السمك بتاع الحيطه اللي هو تي وول، هو هنا مسميه في الكروس سكشن بي، مش هنختلف، سميناه بي سميناه تي وول مش هنختلف على المسمى، المهم ان هو ده عرض الحيطه. في ارتفاع الحيطه اللي هو اتش فلور ناقص تي، المفروض ان انا برضو بشتغل على شريحه طولها كام يا عم؟ طولها 1 متر، زي ما اشتغلت على وزن كاميرا طولها 1 متر، هشتغل على وزن حيطه فوق الكاميرا برضو طولها كام؟ 1 متر. في جاما بريك اللي هو كثافه الطوب المستخدم، وزي ما انا قلت انا افترضته من 14 ل 18، انا افترضته 16 كيلو نيوتن على المتر المكعب. هتعوض حضرتك في المعادله 1 4، الثيكنس عندنا ب 12 من 100 متر، ارتفاع الدور 3، السمك بتاع الكاميرا نص متر، كثافه الطوب 16، كده الحمل بتاع الحيطه 6.72 من 100 كيلو نيوتن لكل متر. طيب الحمل الثالث بقى اللي هو السلاب لود، زي ما انا قلت يا جماعه في البدايه الكاميرا بتشيل 3 حاجات، بتشيل نفسها وحسبت الحمل دوت اللي انا مسميه اون ويت، وبتشيل حمل حيطه ولسه حاسبه من شويه. الكاميرا بتشيل مين بقى؟ بتشيل جزء من حمل البلاطه. طب تعالوا بس كده نفتكر مع بعض يعني ايه الكاميرا بتشيل جزء من حمل البلاطه. هنتكلم بس كده الاول في شويه نظري وقوانين على اساس ان احنا نفهم الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده هنرجع ونكمل المساله. السلاب لود يا جماعه حمل البلاطه بيعتمد حساب احمال البلاطات التي تذهب الى الكاميرات على نوع البلاطه. طب هو حمل البلاطه بكام يا عم؟ دبليو سلاب التيميت، دبليو سلاب التيميت اللي هو حمل البلاطه على شريحه متر في متر. تاني، دبليو سلاب التيميت ده اللي هو حمل البلاطه على شريحه متر في متر. 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. الديد لود هنا بيمثل مين؟ بيمثل سمك البلاطه تي اس في طول 1 متر في عرض 1 متر في الكثافه، يبقى انا كده جبت وزن البلاطه نفسها. زائد الكفرنج اللي هو التغطيات او الفينش اللي موجوده فوق البلاطه اللي هو بالنسبه لي للرمل يعني والاسمنت والبلاط،
زائد 1.6 في اللايف لوب. ده بالنسبه لحمل البلاطه. طب حمل البلاطه دوت كم كاميرا مشتركه فيه؟ ممكن تبقى كاميرا، ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 4. طب كل كاميرا بقى هتشارك بقد ايه في الحمل دوت؟ هو ده حضرتك اللي انا عايز احسبه دلوقتي. زي ما انا كاتب اهو فوق ان احمال البلاطات اللي بتروح للكاميرات يا عم تعتمد على نوع مين؟ نوع البلاط. النوع الاول عندنا حاجه بنسميها وان واي سلاب. وان واي سلاب هو حتى من اسمه كده، وان واي يعني طريق واحد او سكه واحده، البلاطه اللي هي ليها سكه واحده. طبعا يعني هو الترجمه الحرفيه ملهاش معنى، المقصود بالوان واي سلاب هو الحمل او هو البلاطات اللي بيمشي فيها الحمل فين؟ في اتجاه واحد. طب بعرفها ازاي الكلام دوت؟ انت عندك اي بلاطه ليها بعدين، ليها طول وليها عرض، اقسم حضرتك الكبير على الصغير. اذا كان النسبه ديت اكبر من او يساوي 2، والرقم ده اللي احنا بنسميه ار اللي هو اختصار ديجري اوف ريكتانجولارتي او ريكتانجولارتي ريشيو، بيسميها كده الكود المصري نسبة المستطيلية، اللي هو يعني من الآخر الكبير على الصغير. إذا كان الرقم ده أكبر من أو يساوي 2 فكده الأحمال كلها بتمشي في اتجاه واحد. بمعنى لو أنا عندي مثال بلاطة مثلا بالشكل دوت، ده الكبير وده الصغير، لما جيت قسمت الكبير على الصغير طلع أكبر من أو يساوي 2، فحضرتك ده معناه إن الحمل كله ماشي في اتجاه واحد. أوعى بس يا جماعة حد اتلخبط ويشوف كده السهمين إن كده ده اتجاه وده اتجاه، لا حضرتك اتجاه واحد في اتجاه القصير والطويل. تمام، اتجاه واحد ماشي في اتجاه القصير اهو. لو كان الحمل ماشي في اتجاه القصير والطويل يبقى ده كده اتجاهين. تمام كده، السهم طبعا او الاسهم كلها ماشيه في اتجاه مين؟ القصير. تمام كده، يبقى البلاطات اللي هي الوان واي سلاب هي البلاطات اللي الحمل فيها بيمشي في اتجاه واحد. طب ايه الاتجاه ده يا عم؟ دايما الحمل يا جماعه بيمشي في الاتجاه اللي بيشيله بسرعه. الحمل دلوقتي لو هو موجود هنا، هل تتخيل ان هو هيمشي المسافه دي كلها عشان يروح للكاميرا دي، ويمشي المسافه دي عشان يروح للكاميرا دي؟ لا، امال هو هيروح فين؟ هيمشي في السكه الاقصر عشان يوصل للكاميرا بي واحد تحت وزيها فين؟ فوق. يبقى الحمل اذا كان هو ماشي في اتجاه واحد او اذا كانت البلاطه وان واي سلاب، كل الحمل بيمشي في اتجاه القصير. ولو احنا كده جينا شفنا شكل تاني اهو. هنا بقى في حاجه، هي الكاميرا ديت والكاميرا دي يا جماعه شغالين معايا؟ يعني ايه شغالين معايا؟ يعني اشتركوا معانا في حمل البلاطه؟ لا. طب ليه احطهم؟ عادي، حضرتك مش عايز تحطهم ما تحطهمش، وده اللي حصل معانا اهو. الكاميرا اللي هنا والكاميرا اللي هنا اللي هي تعتبر ماشيه او موزه للقصير ما حطتهاش لانها ما شالتش حاجه من البلاطه. مين اللي شال بقى البلاطه؟ هي الكاميرا الطويله دي والكاميرا الطويله. يبقى نفس الفكره برضو. الخلاصه بقى دلوقتي بتاعت النوع الاول، اذا كانت البلاطه وان واي، اعرف منين انها وان واي ان الكبير على الصغير اكبر من او يساوي 2، فالحمل بيمشي في اتجاه واحد. ايه هو الاتجاه ده يا عم؟ اتجاه القصير اهو، ده اتجاه القصير اهو. طب قد ايه بقى؟ الكاميرا دي شالت نص الحمل والكاميرا التانية شالت نص الحمل. تمام، طب يعني ايه نص الحمل؟ يعني الكاميرا دي شالت شكل مستطيل والكاميرا التانية شالت شكل مستطيل. ونفس الفكرة برضو هنا، المستطيل اللي تحت راح للكاميرا اللي تحت بي واحد، والمستطيل اللي هنا راح للكاميرا اللي فوق. النوع الثاني عندنا من البلاطات اللي هو تو واي سلاب. طبعا من اسمها بقى دلوقتي واضح ان انا بتكلم على بلاطات بيمشي فيها الحمل فين؟ في اتجاهين، اللي هي عندما يكون الار بيساوي الكبير على الصغير اصغر من الاثنين. عندي هنا سكتين او عندي هنا شكلين ممكن يحصلوا معايا. اذا كانت البلاطه مربعه سكوير سلاب، يعني ال بيساوي ال اس، فمعنى كده يا جماعه ان الاربع كمرات هياخدوا نفس نصيب الحمل، صح كده؟ ده منطقي. لو انا عندي البلاطه عندي مثلا طولها 5 متر وعرضها 5 متر، يبقى الحمل بتاعها اكيد هيتوزع بالتساوي على الاربع كمرات، وهو ده حضرتك اللي موجود اهو. طب عشان اوزع بالحمل بالتساوي، انا ما بوزعش حمل يا جماعه، انا بوزع شكل حمل. يعني ايه شكل حمل؟ حضرتك لو تلاحظ كده بس في حاله الوان واي، الكاميرا دي شالت شكل مستطيل، ونفس الكلام اللي هنا، والكاميرا دي شالت شكل مستطيل وشالت شكل مستطيل، يعني يعتبر الحمل اتقسم على كام شكل؟ على 2، وبالتالي كل حمل عندنا عمل ايه؟ عمل شكل مستطيل. طيب لو جينا شفنا بقى دلوقتي التو واي سلاب الحاله الاولانيه، انا عشان اسلم كل كاميرا حمل زي التاني، فانا قسمت الكاميرا دلوقتي لكام مثلث؟ لاربع، او قسمت اسف البلاطه لكام مثلث؟ لاربع مثلثات متساويه. فانا عملت ايه؟ وصلت الاركان بتاعت البلاطه. الكاميرا بي واحد دي شالت المثلث اللي عندها، الكاميرا بي اتنين شالت المثلث اللي عندها ده اللي انا ماشي عليه اهو، الكاميرا اللي فوق اللي هي زي بي واحد شالت المثلث ده، والكاميرا اللي زي بي 2 شالت المثلث ده. يبقى كل كاميرا شالت شكل ايه دلوقتي؟ شالت شكل مثلث. امتى الكلام ده يا عم؟ لما يكون البلاطه تو واي وتكون سكوير، يعني الطويل بيساوي القصير.
طيب عشان برضو يا جماعه نفهم هو ايه الشكل يا باشمهندس اللي حضرتك عامله ده. الشكل ده يا جماعه اللي هو يعتبر الشكل او الفيلير او خط الكسر اللي ممكن يحصل في البلاطه، خط الكسر او خط الانهيار ممكن اللي ممكن يحصل في البلاطه. طبعا كلنا عارفين ان الانهيار في الخرسانه بيحصل على زاويه كام؟ 45. فانا لو طلعت هنا بزاويه 45 زاويه 45 وزاويه 45 وزاويه 45 لازم هوصل في النص لو البلاطه كانت سكوير. طيب لو البلاطه بقى كانت مستطيله ايه اللي هيحصل؟ مستطيله يعني ال L دوت اكبر من ال S، 6 مثلا في 4 مثلا، 7 في 5، 7 في 6، يعني حاجه زي كده، ما كانتش مربعه وكانت مستطيله، بس برضو تو واي، يعني نسبه الكبير على الصغير اصغر من كام؟ اصغر من 2. فحضرتك هتعمل ايه؟ نفس الفكره بالظبط، هتطلع من هنا بخمسه زاويه 45 وبزاويه 45 وبزاويه 45 وبزاويه 45. طبعا مستحيل الاربع خطوط هيتقابلوا في نقطه، هنا اتقابلوا في نقطة عشان الطويل بيساوي القصير، لكن هنا مستحيل يتقابلوا في ايه؟ في نقطة. امال ايه بقى اللي حصل؟ حضرتك بتيجي كده في البداية بتشوف الطويل فين وتعمل موازي ليه خط، تاني بشوف اتجاه الطويل فين اهو واجي اعمل خط، وبعد كده بوصل بالاربع اركان. ماشي كده يا جماعة؟ يبقى تاني حضرتك لو البلاطة كانت مربعة حضرتك بتوصل بالاربع اركان مباشرة باعتبار ان كل كاميرا شالت شكل زي التاني اللي هو شكل مثلث. تمام، والاربع مثلثات طبعا متساويين. طب دلوقتي بقى هنا لا، دلوقتي البلاطه عندك مستطيله ففي كمرتين شالوا حمل غير الكمرتين التانيين. طب هعمل ايه عشان احدد شكل الحمل يا عم؟ قال لك تعالى قدام الطول الكبير كده واعمل شرطه في النص، وبعد كده وصل بالاربع اركان. ماشي كده يا جماعه؟ طبعا تاني كده الخط دوت هو يمثل خط الكسر اللي بيحصل في الخرسانه اللي بيكون على زاويه 45. فانت لو رسمت المساله دي بسكيل مثلا، ارسم كده حضرتك 6 سم افقي مثلا و4 سم مثلا بالعرض، واطلع من هنا بزاويه 45 وانزل زاويه 45، ونفس الفكره من الكورنر ده ونفس الفكره من الكورنر ده لحد نص البلاطه، هتلاقي عندك الشكل ده حصل. تمام كده؟ يبقى في كمرتين اللي هو بي 1 واللي زيها شالوا شكل شبه منحرف، وفي كمرتين اللي هو بي 2 شالت شكل ايه؟ شالت شكل مثلث. طيب برضو عشان حضرتك تربط معايا كده النوعين ببعض، فاكرين يا جماعه في النوع اللي هو وان واي وقلت لحضرتك ان الحمل كله بيمشي في اتجاه القصير؟ طيب دلوقتي الحمل عندك مشي في اتجاه القصير ومشي في اتجاه مين؟ الطويل. انا بتكلم على الحاله دي اللي هي حاله مين؟ الريكتانجل. حاله السكوير مفيش قصير ومفيش طويل، فخلاص فالحمل كله توزع بالتساوي على الاربع كمرات. لكن دلوقتي نفس الفكره برضو، الحمل عندنا يا جماعه اعتبره ان هو واحد بيفهم كده بيدور فين السكه القصيره وبيمشي فيها اذا كان وان واي. طب اذا كان تو واي، اكبر نسبه من الحمل بتمشي في اتجاه القصير والنسبه القليله بتمشي في اتجاه الطويل. تمام. طب لو الحمل عندنا في النص هنا، مين القصير بالنسبه لي؟ ان هو يطلع فوق وينزل تحت، صح كده؟ فالقمرتين دول اللي هو في اتجاه القصير شالوا شكل شبه منحرف، وطبعا شكل شبه منحرف اكبر من مساحه المثلث لنفس البلاطه، والكاميرا بي 2 واللي زيها شالت شكل ايه؟ شالت شكل مثلث. القصد في الاخر بس عشان ما نتلخبطش، ان عندنا في البلاطه الوان واي الحمل كله بيمشي في اتجاه القصير، في البلاطه التو واي الحمل بيمشي في اتجاهين، بس النسبه الاكبر لاتجاه مين؟ لاتجاه القصير. طيب في كل الاحوال طبعا اذا كان الشكل مثلث او شبه منحرف، ارتفاع شكل الحمل، يعني ارتفاع شكل الحمل، انا دلوقتي يا جماعه قدام حضرتك شفت كام شكل؟ شفت شكلين، في كمرات شالت شكل مثلث وفي كمرات شالت شكل ايه؟ شبه منحرف. وفي حاله الوان واي الكاميرا كانت شالت شكل ايه؟ لو احنا جينا افتكرنا بس كده مع بعض، حاله الوان واي الكاميرا شالت شكل مستطيل. يبقى كده في ظهر معانا 3 اشكال، ظهر معانا شكل مستطيل، وظهر معانا شكل مثلث، وظهر معانا شكل شبه منحرف. في كلتا الاحوال ارتفاع شكل الحمل هو عباره عن نص الطول القصير لمين؟ للبلاطه. بمعنى لو انا عايز اجيب ارتفاع المثلث ده نص القصير، ارتفاع المثلث ده نص القصير، وزيه هنا وزيه هنا. طب لو انا عايز اجيب ارتفاع شبه منحرف اللي هو الحته دي، اسف، ارتفاع المثلث اللي هو الحته دي برضه نص الطول القصير، وهنا نص الطول القصير، وهنا نص الطول القصير، وهنا نص الطول القصير. الحالة الثالثة عندنا اللي هو كانتليفر سلاب، اللي هي البلاطة الكابولي. البلاطة الكانتليفر هي البلاطة الكابولي اللي هو زي شبه البلكونة كده بالظبط. البلاطة الكابولي دي في الأغلب بتبقى موجودة عندها كاميرا واحدة بس، يبقى هي دي اللي بتشيل مين؟ هي دي اللي بتشيل كل الحمل بتاع البلاطة. يبقى حضرتك بقى كده محتاج إن البلاطة دي تعمل لها توزيع للأحمال. توزيع الأحمال اللي هو أنت عندك كذا كاميرا هتوزع عليها الحمل، لكن أنا دلوقتي عندي كام كاميرا؟ كاميرا واحدة بس. عشان كده حضرتك تلاحظ أهو إن في سهم واحد رايح لمين؟ رايح للحمل. يبقى حتى مش منطقي وأنت بترسمها انك تعمل راس سهم من ناحيه دي وراس سهم من الناحيه الثانيه، لان هنا مفيش كاميرا يا جماعه. الخط الواحد ده هو عباره عن الايدج او الحد او الحرف بتاع البلاطه. ف
فهنا بالنسبة لنا مفيش غير كاميرا واحدة بس، يبقى كل الحمل غصب عنه لازم هيمشي في اتجاه القصير اللي هو اتجاه الكانتريفر عشان يروح للكاميرا دي. يبقى ساعتها ارتفاع الحمل، طبعا الكاميرا برضو شالت شكل مستطيل بس ارتفاعه هو مين؟ الكانتريفر. اهو لان البلاطة بالكامل محمولة على كاميرا واحدة بس، فلا يوجد توزيع للاحمال. انا مش منطقي ان انا اوزع احمال لان هي كاميرا واحدة بس وكل الحمل بتاع البلاطة هيروح للكاميرا دي. النوع الرابع عندنا الريجولار شيب سلاب، اللي هو البلاطات اللي بيكون شكلها غير منتظم زي مثلا الشكلين اللي قدام حضرتك كده. لو انتوا تفتكروا يا جماعه انا قلت ايه الفكره بس الاساسيه من الخطوط اللي احنا بنعملها اللي هو تقسيم المساحات. انا قلت لك ان احنا بنيجي نطلع من الاركان على زاويه كام؟ 45 درجه، او المقصود ان انا بنصف الزاويه، بنصف الزاويه. طب اذا كانت الزاويه يا عم مش قايمه برضه بنصف الزاويه، تمام؟ بمعنى لو انا عندي مثلا شكل مثلث بالمنظر ده، فانا هنصف الزاويه دي وانصف الزاويه دي وانصف الزاويه دي لحد الثلاثه كده ما يتقابلوا فين؟ لما يتقابلوا في نقطه. نفس الفكره برضو هنا، بنصف الزاويه وبنصف الزاويه وبنصف الزاويه، بنصف الزاويه لحد لما يتقابلوا في نقطه. يبقى كده مثلا لو احنا بصينا لشكل المثلث ده، الكاميرا دي شالت الشكل ده، والكاميرا دي شالت المثلث اللي عندها، والكاميرا دي شالت المثلث اللي عندها. نفس الفكره برضو هنا. يمكن الاشكال دي يا جماعه يعني هي نادره، مش موجوده في الطبيعه عندنا كتير، لكن برضو هي حاله موجوده، فانا حبيت برضو ان انا انوه عنها عشان برضو نفهم ونبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. لتحديد الحمل الذي يذهب الى كل كاميرا زي ما انا لسه قايل، بنصف المسافه او بنصف اسف الزاويه بين كل الكاميرات الحامله للبلاطه. طيب خلاصة بقى الكلام ده، انا دلوقتي يا جماعة قلت ان انا في عندي ثلاث احمال او ثلاث انواع من الاحمال او ثلاث اشكال، شكل مستطيل وشكل مثلث وشكل شبه منحرف. ازاي بقى حضرتك تحول الشكل دوت لحمل منتظم على الكاميرا؟ طب ليه انا عايز احول لحمل منتظم؟ ما احنا يا جماعة قلنا في البداية الكاميرا بتشيل كام حمل يا عم؟ بتشيل ثلاثة. نركز يا جماعة كده مع بعض، الكاميرا بتشيل ثلاث احمال، بتشيل نفسها وبتشيل حمل حيطة وبتشيل البلاطة. بتشيل نفسها احنا حسبناه خلاص وخلصناه، بتشيل حمل الحيطه برضو خلصناه. انا بقى دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اشوف الكاميرا شايله قد ايه يا عم من البلاطه. فهو ده اللي انا عملته. لا انا لسه ما عملتوش، انا شفت الكاميرا شالت شكل ايه من البلاطه، يا اما شكل مستطيل يا اما شكل مثلث يا اما شكل شبه منحرف. انا بقى دلوقتي عايز احول الشكل دوت لمين يا عم؟ لحمل، عشان اقدر ان انا اجمعه مع مين؟ مع الاون ويت ومع الولو. الموضوع سهل جدا يا جماعه. لو انا عندي دلوقتي كاميرا شالت شكل مستطيل، كاميرا شالت شكل مستطيل، لو انتوا فاكرين الشكل بتاع الوان وي سلاب كان في كده كاميرتين وكل كاميرا فيهم شالت شكل مستطيل، وده ارتفاع الحمل اللي احنا مسمينه مثلا اكس، ارتفاع الحمل احنا مسمينه اكس. طبعا احنا قلنا ان ارتفاع الحمل بيكون بيساوي مين؟ نص الطول القصير. انا عايز احول الشكل ده للشكل ده، عايز احول شكل المستطيل بتاع الحمل لشكل منتظم اللي هو دبليو. طبعا هو ده مستطيل وده مستطيل، فالمستطيل اصلا ما بتحولش خلاص هو جاهز، تمام؟ بس برضه عشان نفهم، عشان نحوله فاحنا هنا هنجيب الحمل عندنا على قيمتين، هنجيب دبليو الفا ونجيب دبليو بيتا. ايه ده يا عم؟ قال لك بص يا عم، لما تيجي حضرتك تحول الحمل بتاع البلاطه او الشكل بتاع البلاطه لحمل، انا هحوله لك مرتين. ليه يا عم بس؟ قال لك لو انت عايز الحمل دوت عشان ترسم بيه البندج مومنت دايجرام، فهندهولك في حمل اسمه دبليو الفا، ولو انت عايز الحمل دوت ترسم بيه الشير فورس دياجرام، هندي لك الحمل ده في ايه وهنسميه لك دبليو ايه؟ دبليو بيتا. يبقى تاني كده، الحمل بتاع البلاطه اللي هيروح للكاميرا لو انت عايزه عشان ترسم البندنج مومنت دياجرام على الكاميرا، احسب يا عم الحمل دوت من دبليو الفا، ولو انت عايز الحمل دوت عشان ترسم بيه الشير على الكاميرا، اشتغل يا عم في دبليو مين؟ دبليو بيتا. طبعا هو في الاخر القانونين واحد، اختلاف بس هنا الفاكتور الفا وايه؟ الفا وبيتا. يبقى الفا في دبليو اس التيميت في اكس، طبعا اكس حضرتك عارفها اللي هي ارتفاع مين؟ الحمل زي ما احنا قلنا اللي هي نص الطول القصير، ودبليو اس التيميت ده الحمل الكلي بتاع البلاطه برضه حسبناه. الالفا والبيتا بقى قال لك في حاله لو الشكل مستطيل، الفا بيساوي بيتا بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. وزي ما قلت لك اصلا يعني هو ما فيش معامل يعني اقدر ان انا اضربه في المستطيل عشان احوله لمستطيل، خلاص المستطيل يتحول للمستطيل يضرب في كام؟ واحد، فخلاص هي ملهاش لازمه. يعني معنى كده يا جماعه ان دبليو الفا بيساوي دبليو بيتا في حاله مين؟ المستطيل، تمام كده؟ يبقى تاني كده الحاله ديت، انا دلوقتي بتكلم ان انا لما يكون عندي شكل مستطيل على كاميرا وعايز احوله لحمل منتظم، احوله ازاي؟ قال لك يا عم خد قيمتين من الحمل بقى، عندك قيمه اسمها دبليو الفا عشان ترسم بيها العزوم، وقيمه اسمها دبليو بيتا عشان ترسم مين؟ عشان ترسم الشير. وفي حاله الشكل عندك لو كان مستطيل، الفا بيساوي البيتا بيساوي كام؟ بيساوي واحد.
وزي ما انا لسه قايل لحضرتك من شويه، اكس اللي هو اوردينت او الاحداثي او الارتفاع بتاع شكل الحمل، اللي هو عباره عن نص الطول القصير. دي كده الكيس الاولانيه او الحاله الاولانيه. طب اذا كان الشكل عندك مثلث، انا بقى دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز احول الشكل المثلث ده لحمل منتظم اهو، تمام، عشان اقدر اتعامل معاه في المومنت وفي الشير وفي تكمله الحل بعد كده. قال لك سهله يا عم، نفس القوانين اللي فاتت بالظبط. انت عايزه عشان تحسب المومنت، احسب لي دبليو الفا بيساوي الفا في دبليو اس التيميت في اكس. عايز تحسبه يا عم او عايزه عشان تكمل بيه الشير، دبليو بيتا بيساوي بيتا في دبليو اس التيميت في مين؟ في اكس. ماشي، المعاملات دي يا جماعه اللي هي الفا وبيتا، لو انت مثلا لقيت كتاب مسميها غير الفا وغير بيتا، انا ما يهمنيش المسمى خالص، بس انا يهمني في الاخر الفاليو، القيمه بتاعتها بكام. في حالة المثلث بقى الألفا عندنا ب 67 من 100 والبيتا بكام؟ بنص، تمام؟ يبقى نفس القوانين بالظبط بتاعة المستطيل، بس في المستطيل ألفا بيساوي البيتا بيساوي الواحد، لكن دلوقتي عندنا في المثلث ألفا ب 67 من 100 وبيتا بكام؟ نص. وبرضه حضرتك الإكس اللي هو ارتفاع الحمل هو عبارة عن نص طول القصير بتاع البلاطة اللي جاي منها شكل المثلث. احنا كده اشتغلنا على تحويل المستطيل لحمل منتظم وتحويل المثلث لحمل منتظم. فاضل لنا تالت حاجه، تحويل شكل شبه منحرف لحمل منتظم. برضو نفس الفكره بالظبط، نفس القوانين اهو بالظبط، دبليو الفا ودبليو بيتا، الاختلاف بس في قيمه الالفا وقيمه البيتا. الله، فين يا عم الالفا والبيتا شبه منحرف؟ قال لك لا بقى، هنا الالفا والبيتا مش ثوابت. امال هنجيبهم منين يا عم؟ قال لك في جدول كده موجود في الكود المصري او موجود في كتاب دكتور شاكر صفحه 178، هتلاقي كده الصفحه ديت موجود فيها جدول في اخر الصفحه كده، اخر جدول في الصفحه، وقيمه الالفا والبيتا هتجيبها على حسب مين؟ على حسب الار. طب مين كانت قيمه الار دي؟ اللي هو عباره عن الكبير على الصغير للبلاطه، اللونج على الشورت. وبرده الاكس اللي هو ارتفاع الحمل هو نص الطول القصير. لو احنا بصينا كده لشكل الجدول بس عشان تبقى انت عارفه، اهو صفحه 178 ده كده متصور من كتاب شاكر. حضرتك ال ال دوت يمثل الكبير، ده هنا شكل اهو كروكي موضح لك الكلام ده. ال هو اللونج، 2 اكس هو الشورت، يعني هو هنا كتاب شاكر مسمي الشورت 2 اكس اللي هو يعتبر الار يعني. فانت هتجيب الار، هتشوف كده من 1 1 1 1 2 وهكذا، وتطلع لي قيمة الألفا وتطلع لي قيمة مين؟ قيمة البيتا. حتى هو موضح لك هنا الشكل، إن أنت بتيجي كده قدام الطول الكبير بتعمل شرطة أهو، وبتوصل بالأربع أركان اللي موجودة عندك. ده كده الجدول بتاع تحديد المعاملات ألفا وبيتا. اللي إحنا شرحناه بقى دلوقتي يا جماعة اللي هو الحالة المنتظمة. يعني إيه الحالة المنتظمة؟ يعني إيه حمل منتظم؟ لو إحنا بس كده بصينا كده في شكل الأحمال، بصوا يا جماعة كده الشكل شبه منحرف دوت، عشان الشكل يكون منتظم لازم يكون مستطيل أو مثلث أو شبه منحرف، بس بشرط لازم أحد الأشكال التلاتة يكون بادئ معاك من السبورت للسبورت، بادئ معاك أو شكله من الركيزة للركيزة. أنت تقصد إيه يا باشمهندس؟ أقصد إن شكل شبه منحرف ده يا جماعة، شبه منحرف دوت، لو كان مثلا بادئ من نص الباكية لحد الآخر، ده كده ما بقاش منتظم، تمام؟ يبقى الشكل المنتظم هو احد الاشكال الثلاثه، مستطيل او مثلث او شبه منحرف، ويكون مغطي معاك من الركيزه للركيزه. اهو الشكل المنتظم اللي انا بطبق عليه القوانين اللي فاتت بتاعه الدبليو الفا والدبليو بيتا، هو المستطيل او المثلث او شبه منحرف، ويكون بادئ معاك من الركيزه لايه؟ للركيزه. امال مين يا عم الشكل الغير منتظم؟ لما يكون احد الاشكال الثلاثه اللي هو مثلث او مستطيل او شبه منحرف، وبس مش موجود معاك او مش متغطي معاك من الركيزه للركيزه، او ليس موجود على كامل البحر. زي ايه؟ زي اهو مثلا دي كاميرا اهيت عليها بلاطتين، البلاطه اللي فوق مديالك او البلاطه اللي على يمين الكاميرا مديالك شكل شبه منحرف. بصوا كده شبه منحرف، الله، طب ما شبه منحرف كامل يا عم اهو من الركيزه للركيزه. قال لك بس ثانيه واحده، في عندك الكاميرا دي عليها بلاطه من الناحيه الثانيه مثلث مش كامل معاك من الركيزه للركيزه، فده معناه حاله غير منتظمه. نفس الفكره اهو، بص بقى كده، دي كاميرا عندك يعتبر مغطيه معاك بلاطتين، وطبعا الكلام ده هنشرحه بعد شويه في المساله. كاميرا مغطيه معاك او مكمله معاك في بلاطتين، بلاطه مديها شكل مثلث وبلاطه مديها شكل شبه منحرف، ده كده بالنسبه لنا يعتبر منتظم؟ لا، عشان يكون منتظم لازم شبه منحرف ده مغطي معاك من السبورت للسبورت، او المثلث ده مغطي معاك من السبورت للايه؟ للسبورت. ماشي كده يا جماعه؟ طيب في الحاله بقى بتاعت الغير منتظم ديت، قال لك مفيش حاجه اسمها دبليو الفا ودبليو بيتا بقى، ولا الفا ولا بيتا، لا، الاثنين بيساوي بعض. دبليو الفا بيساوي الدبليو بيتا بيساوي سميشن اريا او سيجما اريا، مجموع مساحات الاشكال على الكاميرا، مجموع مساحات الاشكال على
الكاميرا على السبان بتاع الكاميرا من السبورت للسبورت مضروب في مين؟ دبليو السالت. يبقى انا هنا استبدلت الاكس في الالفا او الاكس في البيتا بالنسبه دي اللي هو سيجما الاريا على السبان. السيجما الاريا المقصود بيها يعني انا مثلا لو بتكلم على الكاميرا ديت، سيجما الاريا اللي هو مساحه شبه منحرف زائد مساحه المثلث على السبان من السبورت للسبورت يا جماعه مضروب في دبليو اس سالت. يبقى انا كده في عندي حالتين، لو حاله منتظم الحمل عندنا منتظم مثلث او مستطيل او شبه منحرف بادئ معايا من السبورت للسبورت بطبق عليه القوانين السابقه اللي هو دبليو الفا والدبليو بيتا بالقيم اللي احنا قلنا عليها. طب لو كان الشكل غير منتظم، الشكل غير منتظم هو احد الاشكال الثلاثه بس ما يكونش مغطي معاك من السبورت للسبورت، بتشتغل على قانون الدبليو الفا بيساوي الدبليو بيتا اللي هو قدام حضرتك ده بيساوي سيجما الاريا على السبان في دبليو اس التيميت. طيب احنا كده يا جماعه شرحنا او مهدنا بس كده للمساله، يلا بقى كده بينا نكمل المساله. البلان بتاعنا اللي انا كنت مديهولك في البدايه انا عملت ايه بقى؟ مسكت كده باكيه باكيه او مسكت اوضه اوضه موجوده عندنا وشفت فيها اذا كانت هي 1 واي ولا 2 واي. اللي 1 واي عملت فيها مستطيلين، واللي 2 واي شفتها هل هي مثلا هيبقى اربع مثلثات ولا شبه منحرف ولا ايه بالظبط. طيب خلينا كده مثلا نمشي واحده واحده. البلاطه دي اللي هي اللي فوق على الشمال اهي ابعادها كام يا عم؟ ابعادها 4.68 ده الطول والعرض بتاعها 3 متر 60. لما جيت قسمتهم على بعض طلع 1.3، معنى ان هو اصغر من 2 يبقى 2 واي. البلاطه التو واي بتعمل فيها ايه؟ بيجي قدام الطول الكبير اهو، ده الطول الكبير اهو، واعمل شرطه ووصل بالاربع اركان. انا بوصل بالاركان يا جماعه بغض النظر عن وجود العمود في الركن ولا لا، يعني مش لازم الاركان بتاعت البلاطه يكون فيها عمدان، وهنشوف طبعا الكلام دوت في امثله ماشي كده. يبقى انا بوصل بالاربع اركان. طب ارتفاع الحمل بقى يا جماعه، مش احنا قلنا ان ارتفاع الحمل هو نص القصير صح كده؟ طب هي البلاطه دي اللي انا واقف عندها دي القصير بتاعها كام؟ 3 متر 60. نص ال 3 متر 60 كام؟ متر 80 اهو، متر 80. المتر 80 دي هي نفسها هنا، هي نفسها هنا، هي نفسها هنا. انت تقصد يا باشمهندس ان الارتفاع بتاع الحمل دوت ثابت في نفس البلاطه؟ بالظبط كده، ارتفاع الحمل ثابت في نفس البلاطه. ماشي يا جماعه، يبقى ارتفاع شبه المنحرف ده متر 80 وزيه الناحيه دي وزيه للمثلث وزيه للمثلث. طب لو نزلنا كده تحت البلاطه اللي انا واقف عندها اهي، طولها 3 متر 30، طب عرضها كام؟ من السنتر تو سنتر لو احنا جبناها كده من تحت كام متر يا عم اهي؟ 3 متر. يبقى بالنسبه لي لو انت قسمت ال 3 متر 30 على ال 3 طلع معايا 1.1، برضه ال 1.1 دي اصغر من 2 يبقى انا شغال 2 واي. ال 2 واي بتعمل فيها ايه يا عم؟ باجي قصاد الطول الكبير 3 متر 30 واعمل شرطه واوصل بالاربع اركان اهي. طب ارتفاع المثلث او اسف ارتفاع الحمل لنفس البلاطه ثابت بيساوي النص القصير، القصير كام؟ 3. نصه كام يا عم؟ 1.5. تمام كده. طب تعالى بقى للبلاطه الكبيره اللي في النص دي، البلاطه دي طولها كام؟ 4 متر 60 اهي، عرضها كام؟ 5.12. يبقى دي 5.12 في 4 متر 60 هتيجي تحسبها تطلع برضو اصغر من 2 يبقى 2 واي. 2 واي معناها انك تيجي قدام الطول الكبير وتعمل شرطه اهو، ده ال 5.12 عملت شرطه ووصلت بالاربع اركان. بصوا بقى كده يا جماعه، هل الركن ده فيه عمود؟ لا ما فيهوش عمود، انا ماليش دعوه. اللي بيشيل البلاطه السوليد سلاب هي الكمرات وليس العمدان، فانا ماليش دعوه الكورنر اللي انا رايح له دوت في عمود او ما فيهوش عمود مش اجباري عندي، عشان في ناس بس بتتلخبط ولما تشوف العمود كده فتروح جايه موصله بالعمود، وده طبعا عندنا غلط. ماشي، يبقى انا جيت قصاد الطول الكبير عملت شرطه ووصلت بالاركين. طب ارتفاع الحمل في البلاطه اللي انا شغال عليها دي بكام؟ نص القصير، القصير بكام؟ ما هو ده 4 متر 60، نصه كام؟ 2 متر 30. لو طلعت كده فوق شويه صغيرين لقيت في بلاطه طرقه كده صغيره اهي، البلاطه ديت عرضها كان متر 32 اهي، متر 32. طب طولها كام؟ 4 متر 52. لما تيجي تقسم ال 4 متر 52 على المتر 32 كده اداني بالظبط الرقم دوت 3.4، معنى كده ان البلاطه ديت اللي هي موجود فيها الكاميرا بي 5 والبلاطه ديت تعتبر 1 واي اكبر من 2. 1 واي معناها ان الحمل هيمشي في اتجاه ايه؟ القصير. يبقى تقسم مستطيلين، مستطيل هيروح للكاميرا اللي فوق ومستطيل هيروح للكاميرا اللي تحت. طب ارتفاع المستطيل بيساوي ايه؟ نص القصير. طب القصير بكام؟ 1.32. لما تيجي تقسم حضرتك 1.32 على 2 هيطلع عندنا 66% اهي، موجود قدام حضرتك اهي، 66% تحت و66% فوق. طيب لما تيجي تبص على البلاطه دي اهي، طولها كام؟ 2 متر 16،
وعرضها 2 متر 60، يبقى برضو تعتبر بالنسبة لي 2 واي. قدام الكبير اهوت اللي هو 2 متر 60 موصل بالاركان. وعشان تحسب الارتفاع بتاع الحمل، نص القصير، القصير اللي هو 2 متر 16 على الاتنين هيديك 1.08 متر، وزيها برضو البلاطة اللي جنبها بالظبط، دي 1.92 متر وده 2 متر 16، يبقى ده اتجاه الكبير اهو. دي الشرطة موجودة موازية ل2 متر 16 وهوصل عندنا بالأركان. وارتفاع الحمل اللي هو يعتبر نص القصير، القصير اللي هو 1.92 لما جه قسمه على الاتنين طلع 96 من 100. بص يا جماعة بس عشان ما حدش يتلخبط، الفراغ اللي هو معمول كروسي باللون الأسود ده والفراغ اللي هو معمول كروسي باللون الأسود ده، دي فراغات أو فتحات عشان بس ما حدش يتلخبط ويعملها توزيع أحمال على الكاميرات خالص. ده الفراغ بتاع المنور موجود في المعماري، وهنا بس ده الفراغ بتاع السلم. هو انا بس السلم انا شيلته، احنا دايما بنشيل السلم او في الاغلب يعني ممكن نشيل السلم ونحل لوحده واحل البلاطه عندنا من غيره، مفيش اي مشكله. فده بالنسبه لنا الفراغ بتاع السلم، وده الفراغ بتاع المنوره. يعني دي مش اشكال مثلا توزيع احمال او حاجه عشان بس ما حدش يتلخبط، تمام. ونفس الفكره برضو في باقي البلاطات، دي نفس الفكره اهي، 3 26 4 68 قدام الكبير ووصل الاركان، ودي زيها 4 4 متر 60 3 متر 26 قصاد الكبير، بعمل شرطه وصل بالاركان. البلاطه اللي تحت بقى هنا يا جماعه ايه؟ 3 26 في 3 26، بلاطه مربعه اهي، بوصل الاربع اركان 4 مثلثات، وارتفاع الحمل بيساوي نص الطول القصير. اعتقد كده ان انا اتكلمت على جميع البلاطات. يلا بقى كده بينا نبدا ان احنا نعمل تصميم او حسابات، اسف، الاحمال للكمرمين بي واحد. لو احنا بصينا للكاميرا بي واحد اهي يا جماعه، دي كاميرا سيمبل اهي، طولها كام؟ 3 متر 26، شايله ايه؟ شايله شبه منحرف من البلاطه اللي على شمالها اهي، وشايله شبه منحرف من البلاطه اللي على يمينها. يبقى الكاميرا بي واحد اشتركت في شبه منحرف من البلاطه اللي على الشمال، واشتركت في انها تشيل شبه منحرف في البلاطه اللي على اليمين. ده طبعا بالاضافه انها شايله نفسها وشايله حمل ايه؟ وشايله حمل حيط. لو جينا كده بصينا للكاميرا بي واحد، الاون ويت طبعا انا حاسبه من البدايه خالص 1.5، والول لود 6.72 كيلو نيوتن لكل متر. هو ايه ده يا باشمهندس؟ الوزنين دول كده هيبقوا ثابتين معايا؟ بالظبط، هيكونوا ثابتين معايا لكل الكاميرات. ليه؟ لان حضرتك ما غيرتش البي ولا غيرت التي اللي هي ابعاد القطاع للكاميرا، وده اللي انا قلت لك من البدايه. الافضل وانت بتنفذ انك تثبت الابعاد، والافضل كمان وانت بتصمم انك تثبت الابعاد عشان ما تقعدش كل شويه تحسب اون ويت وول لود. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى تاني الحته دي، الاون ويت والول لود انا ثبتهم دلوقتي في المساله كلها بكام؟ 1.5 و6.72 كيلو نيوتن لكل متر، ودول اللي انا حسبتهم في بدايه المساله. امال ايه بقى اللي هتغير؟ السلاب لود. الكاميرا زي ما انا قلت اللي احنا شغالين عليها كاميرا سيمبل اهي، عليها شبه منحرف من فوق وشبه منحرف من تحت. ارتفاع شبه منحرف كان 1.28، واللي تحت برده كان 1.28. احنا قلنا عشان نحسب السلاب لود لازم في الاول نحسب الدبليو اس التيمت، 1.4 تي اس في كام ار سي زائد الفلورين كفر زائد ال 1.6 في اللايف لود، تي اس ب 14 سم، كثافه الخرسانه ب 25، كفرنج ب 1.5 واللايف لود ب 2.5، طلع عندنا الدبليو اس التيمت ب 11 كيلو نيوتن على المتر تربيع. طيب لما تيجي بقى كده تشوف الشكل بتاع اللود ديستريبيوشن، لو احنا رجعنا كده تاني للبلان، ادي البلان اهو. الكاميرا بي واحد اللي انا بتكلم عليها شالت شبه منحرف ارتفاعه 1.28، وشالت شبه منحرف من ناحيه ارتفاعه 1.28. طيب لو انت تفتكر معايا في الشرح، انا قلت لك ان شكل شبه منحرف عشان تحوله لشكل حمل منتظم لازم تعمل ايه حضرتك؟ هتجيب الفا وبيتا من كتاب شاكل، على حسب مين؟ على حسب الار. طب الار دي هي عباره عن مين؟ الكبير على الصغير. طب الكبير عندنا في البلاطه دي بكام؟ البلاطه اللي الصغيره دي اللي على الشمال اهي 3 متر 26، والصغير 2 متر 56، وزيها البلاطة التانية ده برضو 3 متر 26، ودي 2 متر 56. يبقى البلاطتين زي بعض. يبقى لو انا حسبت ال 3 متر 26 وقسمتها على الصغير 2 متر 56، اداني كده الرقم ده 1.27 من 100. ماشي يا جماعة؟ هو انا بس بحسب ايه دلوقتي؟ انا بحسب الار اللي هو نسبة الكبير على الصغير للبلاطة اللي جاي منها شبه منحرف ده، ونفس الكلام الناحية التانية. بس بالصدفة لقيت ان البلاطة اللي على يمين الكاميرا زي البلاطة اللي على شمال الكاميرا، فكده بالنسبة لنا الار واحدة والالفا ثابتة والبيتا ثابتة. اهي الار 1.27 من 100. فتحت انا كتاب شاكر صفحة 178 وجبت قيمة الالفا والبيتا. طبعا الار 1.27 انت مش هتلاقيها بالظبط، انت هتلاقي 1.2 من 10 وهتلاقي 1.3 من 10. فانا يعني نسبتها كده وحسبت الالفا والبيتا، اللي زي ما احنا قلنا ان الالفا ده المعامل اللي انا هحسب بيه الحمل اللي انا هستخدمه للعزوم، والبيتا للشير. عشان احسب بقى الدبلو الفا والدبلو بيتا،
هو عباره عن الدبليو الفا، الفا في دبليو اس التيميت في اكس اللي هو ارتفاع الحمل، الفا ب 77 من 100 او 772 من 1000، دبليو اس التيميت احنا لسه حاسبينه ب 11، اكس اللي هو ارتفاع شكل الحمل، ارتفاع شكل الحمل. طب انا شبه المحارب ده ارتفاعه كام؟ ب 1.28 من 100، في 1.28 من 100. ايه ده بس الكاميرا دي يا باشمهندس شايله كام شكل؟ شايله شكلين، شايله بلاطه فوق او شايله بلاطه على شمالها بلاطه على يمينها. يا جماعه بصوا عشان ما حدش يتلخبط، الكاميرا ديت مش معناها ان في شبه منحرف فوق وشبه منحرف تحت، لا هو المقصود ان الكاميرا شايله شكلين على اليمين وعلى الشمال، وده احنا شفناه في البلان من شويه. طيب انا بقى هنا عملت ايه؟ ضربت في اتنين. طب ليه يا عم ضربت في اتنين؟ اصل انا لقيت ان الشكل اللي تحت برضه شبه منحرف، والار برضه 1.27، يبقى الالفا ب 772 من 1000 والبيتا ب 605 من 1000، فعشان كده حسبت شكل واحد وضربته في كام؟ وضربته في اتنين. تاني كده يا جماعه، انا دلوقتي بجمع الاشكال على كل كاميرا، بجمع الاشكال، الشكل اللي هنا شبه منحرف على اليمين وشبه منحرف على الشمال، بالصدفه لقيت ان الابعاد للبلاطتين ثابته، فبالتالي الار ثابت يبقى الالفا ثابت والبيتا ثابت، فانا لما اجي احسب دبليو الفا للكاميرا دي هو عباره عن الالفا في دبليو اس التيميت في الاكس، الفا 772 من 1000، الدبليو اس التيميت ب 11، اكس عندنا بكام؟ ب 1.28. ده كده نتيجه الشكل الواحد. طب الشكل التاني زيه، رحت جاي اضرب في اتنين. طب افرض الشكل مختلف، اروح جاي قايل زائد كده واعمل الشكل التاني بالثوابت بتاعته اللي هو الفا والدبليو اس التيميت والاكس. نفس الفكره بالظبط البيتا، بس المعادله او اللي هيتغير عندنا هنا اللي هو بدل الفا هيبقى بيتا، بدل 772 من الف هيبقى 0.605، والحمل عندنا ثابت والارتفاع ثابت، وبرضه هضرب في 2، دبليو الفا اللي انا هستخدمه عشان احسب العزوم والدبليو بيتا اللي انا هستخدمه عشان احسب الشيل. كده حضرتك انا حسبت اللود بتاع الكاميرا بي 1. كاميرا بي 1 بقى الخلاصه بتاعتها، شايله نفسها بمقدار 1.5، شايله حيطه بمقدار 6.72 من 100، شايله بلاطه بمقدار دبليو الفا او دبليو بيتا اللي هو 21 و17، دبليو الفا لو انت هتكمل عشان ترسم المومنت، ودبليو بيتا لو انا هكمل عشان ارسم الشير. لو احنا جينا كده جمعنا التوتال لود بقى، امسك لي يا عم الدبليو توتال الفا ده وجمع بقى، جمع الاون ويت مع الول لود مع السلاب لود اللي هو دبليو الفا 1.5 6.72، الدبليو الفا ب 21، يبقى اجمالي الاحمال على الكاميرا اللي هو دبليو توتال الفا 29.96، هو ده حضرتك الحمل اللي انت هتستخدمه عشان تحسب او ترسم العزول. نفس الفكره بالظبط دبليو توتال بيتا، نفس المعادله يا جماعه، هي اون ويت الول لود، بس بدل السلاب لود الفا يبقى سلاب لود مين؟ بيتا، وتجمع عند حضرتك 1.5 مع 6.72 مع 17.4 من 100، يبقى اللي بيخلي الدبليو توتال يتغير بس هو جزء بتاع البلاطه اللي هو الفا ولا بيتا، ودايما الدبليو توتال الفا بيكون اكبر من دبليو توتال بيتا. الخلاصه ادي الكاميرا حضرتك السيمبل اللي احنا شغالين عليها، عليها اجمالي حمل اسمه دبليو توتال الفا ب 29.96 من 100 لو انت هترسم العزوم هتستخدم ده، ولو انت هتعمل تشيك اوف شير او حسابات الشير هتستخدم الدبليو توتال بيتا، والسبان عندك بتاع الكاميرا 3.26 متر من 100. كده يا جماعه انا خلصت الكاميرا بي 1. ندخل على الكاميرا بي 2، او قبل ما ندخل على الكاميرا بي 2 الرياكشن بس هنا بتاع الكاميرا بي 1، ليه الرياكشن بتاع الكاميرا بي 1؟ نرجع بس كده معلش ثانيه واحده للمساله عشان افكر حضرتك بحاجه. بصوا يا جماعه كده الكاميرا بي 1، كاميرا بي 1 دي الحمل بتاعها بيروح لمين؟ هل بيروح لعمدان؟ لا، ده هو رايح على الكاميرا اللي تحت من هنا ورايح على الكاميرا من فوق من هنا. الكاميرا دي اللي انا مسميها مين بقى؟ بي 2. فدلوقتي الكاميرا بي 2 اللي هي تعتبر كونتينوس باكيتين، في باكيه فيهم شالت رياكشن او رد فعل جاي منين؟ جاي من الكاميرا بي 1. يبقى تاني كده، الكاميرا بي 1 تعتبر كاميرا ثانويه متشاله على الكاميرا بي 2 من فوق واللي زي بي 2 من تحت. فانا عشان احسب دلوقتي الحمل بتاع الكاميرا بي 2 لازم، او عشان اصمم الكاميرا بي 2 لازم احسب رد الفعل اللي جاي من الكاميرا بي 1. ماشي كده يا جماعه، هو ده اللي انا حسبته دلوقتي. اهو يا جماعه ده الرياكشن اهو، سواء الناحيه دي او الناحيه دي مفيش مشكله، الرياكشن ده اللي هو دبليو ال على 2. طب سؤال، انهي دبليو؟ دبليو بيتا. دبليو بيتا عشان دلوقتي ده كده انا بحسب رياكشن ده كانه شير، دبليو بيتا، لكن لو هنرسم العزوم هستخدم دبليو مين؟ دبليو الفا. طلع عندنا الرياكشن لو انت حسبت ال 25 26 من 100 وضربت فيه 3 26 وقسمت على الاثنين هيديك 41.2 من 10 كيلو نيوتن، يبقى الرياكشن ده اللي هيروح للكاميرا بي 2 في صوره حمل مركز.
الكاميرا ب2 نفس الفكره برضو، الاون ويت ثابت واللود ثابت. ندخل بقى على السلاب لود. الكاميرا ب2 يا جماعه كان عليها بقى كده كوكتيل اشكال، كان هي باكيتين، الباكيه الاولانيه اللي هو اي بي عليها شبه منحرف من البلاطه اللي فوق وعليها مثلثين من البلاطه اللي تحت، والباكيه الثانيه عليها مثلثين برضو. لو احنا معلش رجعنا للشكل، يعني كل شويه هنرجع بقى للشكل، معلش ده الشكل اهو. فين الكاميرا ب2؟ اهي دي الكاميرا ب2 اهي. الباكيه الاولانيه اهي اللي هو يعتبر من هنا لحد العمود. بصوا يا جماعه كده الكاميرا ب2 دي كاميرا مستمره باكيتين، متشاله على مين؟ الباكيه دي متشاله على عمود من هنا وعمود من هنا. طب هنا الكاميرا ب2 هترمي على الكاميرا دي، هترمي على الكاميرا دي، تمام كده؟ يبقى بالنسبه لي هيبقى في سبورت هنا وسبورت هنا وسبورت هنا. المسافه دي 5 متر و12 والمسافه دي 3 متر 26. ال 3 متر 26 عليها مثلث من الناحيه دي ومثلث من الناحيه دي، يبقى كده الباكيه الصغيره دي عليها حمل مثلثين. كل مثلث فيهم يا عم ارتفاعه كام؟ 1 63 اهو، 1 63. طب الباكيه دي عليها هنا مثلث وفي مثلث اهو، يبقى خد بالك على نفس الباكيه في مثلثين اهو، تمام؟ وفي طبعا في النص الحمل بتاع الكاميرا مين؟ بي 1. المثلثين الصغيرين ارتفاعهم 1 28 وشكل شبه منحرف ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 2 متر 30، وهو دوت اللي احنا رسمناه اهو. شبه منحرف ارتفاعه 2 متر 30، مثلثين ارتفاعهم 1 متر 28، وهنا المثلث اللي فوق والمثلث اللي تحت ارتفاعه 1 63 من 100. نبدأ بقى كده نحل يا جماعة. هنا بقى هنضطر ان احنا نقسمها كل باكية لوحدها. هنمسك الباكية اي بي ونحسب الحمل الموزع لوحده، ونمسك الباكية بي سي ونحسب الحمل الموزع لوحده، تمام؟ انا دلوقتي عايز احول الاشكال دي شبه منحرف والمثلث لاشكال منتظمة زي ما احنا قلنا. هنمسك كده الاسبان او الباكية اي بي. الباكية اي بي يا جماعة لو احنا بصينا لها كده، الحمل فيها يونيفورم منتظم ولا غير منتظم؟ الحمل بتاع شبه منحرف يعتبر منتظم اهو، شبه منحرف مغطي معاك من الركيزه للركيزه. طب المثلثات، المثلث اللي تحت ده هل مغطي معاك من الركيزه للركيزه؟ للاسف لا. يبقى كده الباكيه كلها تعتبر غير منتظم، عشان كده الباكيه اي بي اطبق عليها المعادله بتاعت الغير منتظم اهو، دبليو الفا بيساوي دبليو بيتا بيساوي سيجما الاريا على الاسبان في دبليو اس التيمت، تمام؟ سيجما الاريا اللي هو مجموع مساحات الاشكال. انا هنا عندي ثلاث مساحات، مثلث ومثلث وشبه منحرف. المثلث ده مساحته نص القاعده في الارتفاع، نص فيه ارتفاع 1.28 وطوله 2 متر 56. طبعا الباكيه كلها كانت 5 متر و12، لو انا قسمتها على 2 هيديني 2 متر 56. يبقى نص في 1.28 في 2.56، ضربت في 2 عشان عندي كام مثلث؟ ها مثلثين اهو. زائد مساحه شبه المنحرف مجموع القعدتين المتوازيتين على 2 في المسافة المحصورة بينهم، يبقى 52% زائد 5.12، المسافة من السبورت للسبورت اي بي 5 متر 12، يبقى 52% زائد 5.12 في المسافة المحصورة اللي هو 2 متر 30 على 2. ده كده اللي هو سيجما الاريا. الاسبان عندنا اللي هو البحر الكامل من السبورت للسبورت. الاسبان المقصود بيه البحر من الركيزه للركيزه 5 متر و12، وضربت فيه دبليو اس التيمت اللي هو بكام؟ اللي هو ب 11، طلع عندنا 20.97 كيلو نيوتن لكل متر. بصوا يا جماعه كده ال 52% بس دي اتحسبت منين برضو عشان حضراتكم كلكم تبقوا واخدين بالكم كده معايا. لو احنا بصينا كده للبلان تاني معلش اهو، دلوقتي اللي انا بتكلم على شبه المنحرف ده، انا لما يكون عندي يا جماعه المسافه دي 32 والمسافه دي 32، 32 مع 32 هيديني كام؟ 64 اهو، يبقى طول الباكيه كله 64، تمام. طب دلوقتي المثلث ده لما يبقى 2 متر 30 والمثلث ده لما يبقى 2 متر 30، حلو، يبقى كده 4 متر 60. حته بقى شبه المنحرف دي كام؟ اللي هي 5 12 تعتبر، واشيل منها ال 4 متر 60 هيديني 52%. يعني يعتبر القعده او الخط بتاع شبه المنحرف البعد بتاعه هو الكبير ناقص الصغير من البلاطه، الكبير ناقص الصغير من البلاط اللي هو 5 متر و12 ناقص ال 4 متر 60 هيدي لك ال 52%. كده احنا حسبنا مين؟ حسبنا الاحمال على الكاميرا بي 2،
حسبنا الباكيه اي بي بنفس الفكره هنحسب الباكيه بي سي، بس احنا لو بصينا للباكيه بي سي بعد كده منتظم ولا غير منتظم؟ منتظم، لان المثلث دوت جاي مغطي معاك من السبورت للسبورت. وطبعا احنا كنا قلنا المثلث عشان احسب له الحمل المنتظم بضرب باخد قيمه الالفا ب 67 من 100 وباخد البيتا بكام؟ بنص. وطبعا المثلثين هنا زي بعض، يبقى انا ممكن احسب واحد واضرب فيه اتنين. ادي الاسبان بي سي اهو، دبليو الفا بيساوي الفا في دبليو اس التيمت في اكس، الفا ب 67 من 100، الدبليو اس التيمت ب 11. مين الاكس ده؟ اللي هو ارتفاع شكل المثلث اهو، انا شغال على الباكيه بي سي 1 63 من 100، وضربت في 2 عشان عندي المثلث اللي فوق زي المثلث اللي تحت. طب لو كان يا جماعه حصل اختلاف، يعني المثلث اللي فوق 1 63 والمثلث اللي تحت مثلا 1 مثلا، يبقى انا هقول المثلث اللي فوق بعد ما اخلص اهو هجمع عليه زائد المثلث اللي تحت، يبقى انا هاخد المثلث اللي فوق لوحده والمثلث اللي تحت لوحده. لكن طبعا دلوقتي الاثنين زي بعض، فانا حسبت واحد وضربت فيه اثنين. بنفس الفكره برضو حضرتك هتحسب الدبليو بيتا، اللي بيتغير بس معايا بدل 67 من 100 الفا هيبقى بيتا بنص، نفس الفكره برضو. كده انا حسبت الدبليو الفا والدبليو بيتا. كده بقى انا هعمل ايه؟ هجمع الدبليو توتال او التوتال لود لكل باكيه على حده، كل باكيه هتجمع عليها الاون ويت مع الول لود مع الدبليو الفا، والاون ويت مع الول لود والدبليو بيتا. دبليو توتال الفا اهو الاون ويت مع الول لود والدبليو الفا، والدبليو توتال بيتا الاون ويت مع الول لود مع السليب لود اللي هو بيتا. طبعا انا عندي باكيتين، الباكيه الاولانيه 5 متر و12، الباكيه الثانيه 3 متر 26. الباكيه الثانيه دي كان حصل فيها دبليو توتال الفا ودبليو توتال بيتا، انا جمعت الدبليو توتال الفا طلع معايا 32 22. جاب منين يا جماعه الرقم ده؟ الدبليو توتال هو مجموع ثلاث حاجات اهو قدام حضرتك اهو، الاون ويت اللي كان طالع معانا اعتقد 1.5، والول لود كان 6 وشويه، يعني كان مجموعهم تقريبا حوالي 8 22 من 100، وجمعت عليها السلاب لود الفا اللي هو ال 24 اداني 32 و22 من 100 اهو. طب الدبليو توتال بيتا هو عباره عن اون ويت مع الول لود، حضرتك لو انت بصيت على القيم بتاعتهم مجمعت الدبليو توتال بيتا اللي هو 17 93 اداني 26 و15 من 100. طب الباكيه دي؟ لا الباكيه دي كان غير منتظم، كان غير منتظم، غير منتظم الميزه بتاعته ان الدبليو الفا بيساوي الدبليو ايه؟ بيتا اهو، دبليو الفا بيساوي الدبليو بيتا، كان كام يا عم؟ 20 97 من 100. فانا هنا 20 97 من 100 ده الدبليو توتال الدبليو الفا، هجمع عليه الاون ويت والول لود 20 97، تجمع عليهم الاثنين بتوع الاون ويت والول لود طلع معانا بقيمه 29.2 من 10 كيلو نيوتن لكل متر. واوعى يا جماعه حد ينسى الحمل المركز اللي هو الرياكشن او رد الفعل اللي جاي من الكاميرا بي واحد، بتحطه في مكان، تحطه في مكان. يعني ايه في مكانه؟ انا كان عندي الكاميرا بي واحد كانت جايه في نص بالظبط الباكيه 5 متر 12، وانا كنت حاسبه 41.2 من 10 اهو مكتوب قدام حضرتك، ده الرياكشن او ده رد الفعل اللي جاي من الكاميرا بي واحد. بكده كمان انا خلصت الكاميرا بي واحد وخلصت الكاميرا بي اتنين. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل باقي الكاميرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.